لاني من اول ما كنت هاوي بعمل مسرح واحنا كنا شاطرين في مسرح ان احنا نقدر دايما نجد عزف حتى في المقاسي. يعني مره ايام الزلزال عملنا مسرحيه على قد ما موتنا الناس من الضحك، على قد ما فيش اي بني ادم انتقدنا بان ايه قله الادب دي، ده في حرمه موت، ده في كوارث، ده في كذا، اللي هم بيسموه الاساتذه الكبار البلاك كوميدي او الكوميديا السوداء. فاحنا كنا شاطرين قوي في فكره المسرح، لينا اتجاه كده الموضوع يعني. فطول عمري بعمل مسرح كوميدي، لكن احب اتفرج على المسرحيات المهمه اللي زي الزير سالم على القومي، دماء على ستار الكعبه، اروح اتفرج على مسرحيات مهمه بس ما اعرفش اعملها على المسرح. انا وجهه نظري، انا ما جربتش بس عندي احساس ان انا مش هعرف ابقى جد على المسرح. ينفع ابقى جد في المسلسل، ينفع ابقى جد في السينما. تمام؟ لكن ما اعرفش ليه، لان يقال عني ان كوميديتي مختلفه، كوميديتي من الجد، ان انا لو حاولت اعمل جد على المسرح الناس هتضحك. ودي هتبقى سقطه. ان انا بعمل حاجه جد والكلام ده. فكان رهان وتحدي قدام نفسي زي الناس ما بيحكوا لي لما اجي اعمل جد، لما اجي اعمل سيريس، لما اجي اعمل تراجيدي هتصدق ولا مش هتصدق؟ ليه؟ لان انا ارى ان في فنانين مصريين كوميديانات كبار جدا لما حاولوا يعملوا كده وجهه نظري ما تصدقوش. لانهم اتاخروا في الموضوع اللي هم يعملوه، لانهم قعدوا سنين وايام يعملوا كده، واقسم بالله ما اصدق حد بعينه. تمام؟ بس اللي اقصده ان في كده. تمام؟ فكنت طول الوقت شغوف باني عايز اعمل المنطقه دي. ما حصلناش فيها نصيب معايا كارت كسبان. عايز اعمل الجد ده، عايز اعمل التراجيدي ده، اعرف ابكي ناس، اعرف مش لازم ابكي ناس، اعرف لما اعمل جد الناس هتقعد تسمع ده ولا الكلام ده. فاللي نفعني ان ربنا رزقني ان انا لما شكلي اولا جد، شكلي منحني ربنا شكل الجد.